And slowly, you come to realize it's all as it should be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دارك راي كيو 8. اليوم يوم الخميس كانت بطولتنا المعتادة، وكنا 14 لاعب، 4 من هؤلاء من الدولة الحبيبة الشقيقة الصديقة لكل شيء، البحرين. 4 من الشباب يوم البحرين، من البحرين حق بطولتنا، وكان حده وناسه. 14 لاعب، 4 من البحرين، خوش بطولة، متعة خيالية كانت صراحة، جدا جدا وناسة. ما ابي اطول عليكم، ما انا اخذت الاناليسس مالت المجموعات اللي كانت موجودة في البطولة، وهذه هي. كنا 14 لاعب، 8 من هؤلاء زورو ارك جي اكس فاريشنز، احط لكم الفاريشن تالي، بس 8 دكات كانوا زورو ارك جي اكس. عندنا مجموعتين بازول جي اكس، بعدين واحدة فايتنج تول بوكس. فايتنج تول بوكس اللي هي يعني لوكاريو، بازول، شو اسمه، كل شيء، كل شيء فايتنج محطوط في مكان واحد. بعدين عندنا ولايكن راكو، كل شيء. بعدين عندنا واحد جرينينجا، يعني من ساعة الجرينينجا كان واحد من شباب البحرين الله يجزاه خير. بعدين عندنا جلسبود جي اكس، سلازل جي اكس، يونت انرجي دك، من امتع دكات صراحة. اللي بيشوف دك بروفايل حق هذا في الديسكريبشن. بعدين عندنا واحد تابو بولو جي اكس فيكابولت، او فيكابولو كما يقال عنه. اللي وصلوا النهائي واحد من شباب الكويت وواحد من شباب البحرين، هذا النهائي كان. ان شاء الله النهائي راح احط لكم اياه يوم ايام شو اسمه اليوم، يوم السبت ان شاء الله النهائي راح يكون، احط لكم اياه يوم الاثنين باذن الله عز وجل، او باكر، يعتمد على متى ما فضيت، خاصة اسبوع اختبارات. ف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي فنهائينا كان بازول جي اكس مع زوروار جلسبوت، نهائي ممتع جدا، و الكويت ضد البحرين. كان هذا النهائي، ما بحرق لكم النهائي، احط لكم المباراه تالي. شنو زوروارك فاريشن اللي كانت موجوده؟ هذه زوروارك فاريشن كانت موجوده، كان عندنا 2 زوروارك جاردفور، عندنا 1 زوروارك لايكن روك، عندنا 1 زوروارك لوكاريو، عندنا 1 زوروارك سلقاليو، عندنا كالعادة السلم هذا زارو أرك سلقاليو، عندنا 1 زارو أرك ويفايل هوب. هذا العزيز المصباح زال الله خير، طلع بدك وصراحة ممتع، اللي تشوفه يلعب بس متعة، يعني ما في شيء ثاني. اللي ضده قاعد يحك راسه، يحك شنو هذا اللي قدامي، منو هذا اللي قدامي. ما عندنا زارو أرك ليسيون، عندنا زارو أرك لوسيباد مع واحد من شباب البحرين الذي وصل النهائي. هذا مجرد متى اناليسس حق اللي صار. طبعا كالعادة هو التنوع، حاليا زوروارك يقلل التنوع، بس انه ستيل يعني داخل 8 دكات زوروارك جي اكس عندنا 7 انواع مختلفة، فستيل في تنوع في الموضوع نفس ما قاعد تشوفون عندكم. وهذه كانت بطولتنا، وهذا كان الفيديو اناليسس بسيط نحلل المتا مال الكويت، وقريبا متا الخليج. حاليا قاعد نتواصل انا وشباب الامارات والبحرين والسعوديه، ممكن ان في المستقبل ان شاء الله نسوي بطوله كبيره، لكن كلها يعني على قولتهم قيد التخطيط، لازم نخطط حق المستقبل ان شاء الله. وهذا كان فيديونا يا جماعة الخير، كوعلي لايكون وسبسكرايبون، ومحدثكم دارك راي كيو 8. زين كويتي يعالكم الماح إن شاء الله.